الإخوة الأخوات، السلام عليكم. صحاب قناة إلكتروتك، مرحبا. أولا أعتذر عن هذا الغياب الخارج على الإرادة، شوية تعب، شوية المرض، بعض المآرب الاجتماعية. تبارك الله على الإخوان اللي ما كيبخلوش علينا بالدعم ديالهم كما العادة ديما، وكيسولوا علينا، سولوا عليهم الخير والرباح. اليوم اضطريت باش نشوف معكم واحد المسألة، يعني هي هيدروليك ولكن عندها علاقة بالإلكتريسيتي. مجرد واحد الفكرة خاصة توصل للإخوان، يعني ولو أنها مشتركة ما بين لي بلومبي و لي زيليكتريسيان، يعني مهمة بزاف. بار اكزومبل كنلقاو في هاد الوقيتة ديال الصيف، أن الكثرة استعمال المياه، يعني المياه كتقل شويه في الدور، يعني اللي كيكونوا عالين شويه. دونك كنستدعيو شي بلون بي ولا الكتريسيان باش كيدير لنا واحد لوغمونطاسيون دو بريسيون ديال الماء، يعني باش طلع الفوق. ولو سيستيم لو بلي ريبوندي هو لو سيستيم ديال بومب افيك سيربريسور، هذا هو اللي كي يعني كيحل، يعني ما كيحلش المشكل 100%، ولكن كيتحل المشكل بواحد النسبه ديال 80 او 90%. ولكن كيبقى المشكل كيفاش غادي نبرونشيو هاد لا بومب، كيفاش غادي نبرونشيو مع سيربريسور، كيفاش غادي تخلق لنا واحد لا بريسيون اللي تكون، ما غاديش نقول سيفيزونت، ولكن غادي تكون على الاقل بعدا تلبي الطلبات. دونك شنو غادي نحتاجو؟ غادي نحتاجو واحد لا بومب اسيرفاس ما كتشوفوا، وغادي نحتاجوا واحد سيربريسور. هاد سيربريسور الاخوان غادي نقدروا نديروا عليه شي درس ان شاء الله بوحدو، باش نشوفوه مناش كيتكون، كيفاش كيدير لينا هذيك لا بريسيون دوموندي. كيف ما قلت كان غادي نحتاجوا واحد اليوتيوب باش كل اليمونطاسيون، يعني كل ابارتمون بوحده ولا كل ايطاج بوحدو. دونك لي مستانسين بيه حنا الاخوان، كتكون عندنا واحد البريسوستا عاديه. هاد البريسوستا اشنو فيها؟ فيها اون بارتي ميكانيك وفيها اون بارتي الكتريك. يعني ملي كنقول الكتريك راه ماشي بومب الكتريك، نو سي تان سو سون دي كونتاكت نورمالمون فيرمي ان سي، يعني كنريغلينا واحد سيرتان بريسيون اللي بغيت. غادي نحتاج واحد المانومتر، نقول بار اكزومبل انا غادي نخدم ما بين جوج وربعة. اشنو كندير؟ كنشد هاد البريسوستا حتى هي، غادي ان شاء الله نشوفو عليها واحد الدرس يكون خاص ليها، باش نفهمو هاد الفينومان ميكانيك الكتريك كيفاش كيتسدو هادوك لي كونتاكت، على اين راه نتوما غادي تكون عندكم واحد النظرة اولية عليها. دونك كنريكل انا ما بين دو و كتر بار، يعني ملي كتهبط لا بريسيون على دو بار كتخدم لا بومب باش تكري ليا هذيك 4 بار. يعني بحال غنقول 4 بار سي لو ماكسيموم، 2 بار سي لو مينيموم، يعني 6 فوا كتوصل ليكوي ل 2 بار لا بومب ديماغوها اوتوماتيكمون. وملي غادي توصل 4 بار غادي تقطع ليا هاد البريسوستا ضو على. ولكن الاشكال اللي كاين الاخوان الا لاحظتوا معايا، سي بوزون حنا كنعرفوا لي بومب ما خاصهمش يخدموا افيد. ما معنى افيد؟ يعني ما كاينش واحد لو ليكيد، بار اكزومبل الماء في الحاله ديالنا هنا كاين دابا الماء، يعني ما خاصش هاد لا بومب، هاد لا بومب ما خاصهاش تخدم افيد. يعني فيها لي جوان اون بلاستيك، فيها لي زاري ديال الماء باش ما يخرجش لينا على برا، فيها بزاف ديال، يعني الا سخن هاد لو سيستيم ميكانيك بقى كيدور افيد ما كاينش الماء، دونك هادشي كلشي غادي يتحرق، دونك مشات لينا لا بومب ديالنا. دونك اشنو كنديرو؟ يعني بار اكزومبل انا مريقل ما بين 2 و 4 بار لا بومب ديالنا، ولكن سيفو ما بقاش عندي الماء، انا الماء تقطع، لا سورس تقطعات اللي كتجي لهنايا وهبطات ليا لا بريسيون على 2 بار، غادي تبقى تهبط لزيرو. دونك هاد لا بومب غادي تبقى تدور، غادي اما غادي تحرق ولا غيتحرقوا ليها هاد الجوانات هادو. المهم حنا بغينا هاد ملي تهبط على 2 بار بار اكزومبل، يعني توقف هاد خاصنا نزيدو واحد لو سيستيم اللي يوقف ليا هاد لا بومب. هاد لو سيستيم شنو هو؟ ما غاديش يكون شي حاجه اخرى من غير بريسوستا بحال هادي، ولكن عندها دور اخر اللي دايره فيه هاد الشكل حتى هي.
دونك كيفاش هادي قلنا انسي يعني نورمالمون كلوز لي كونتاكت ديالها مسدودين في الاول، شكون اللي كيحلهم؟ ملي كطلع لا بريسيون كتحل ليا لي كونتاكت لا بوم كتوقف. هادي الاخوان العكس، هادي ان او راه نقدروا نقولوا السميه ديالهم كاع، ما نقولوش بريسوستان، نقولوا سو سون دي كونتاكت مانوميتريك ان او. ان او يعني محلوله، يعني شكون اللي غادي يسد ليا لو كونتاكت؟ لو كونتاكت غادي يسدو غتسدو لا بريسيون ديال الماء، يعني من سي فوا غادي يجي الماء باغ اكزومبل لا بومب غادي يطلع لا بريسيون، دونك غادي تسد ليا هاد لو كونتاكت هذا. دونك هذا هو بيت القصيد عندنا اليوم ان شاء الله. غادي نشوفوا البرونشمون ديال هاد البريسوستا هادي ديال ان او وهاد البريسوستا ان سي، هادي دو سيكوريتي مونك دو، يعني الا ما كانش الماء ما غاديش تخدم ليا لا بومب. دونك ندوزو للماتيريال اللي غادي خاصنا. غادي خاصنا واحد ديجونكتور بيبولير، وغادي خاصنا بريسوستا ديال اللي قلت ا كونتاكت اوفر اوروبو ان او اللي غادي نسميها بي ان، وغتخصنا واحد البريسوستا اللي عندها دي كونتاكت فيرمي اوروبو اللي غنسميها بي 2، وغادي خصنا واحد ديجونكتور مانوتيرميك بليطو سي تان ديجونكتور موتور، هذا ماشي ديجونكتور مانوتيرميك سي تان ديجونكتور موتور. الاخوان غادي يشوفوا بانه تريبولار، ولكن غنخدموا انا مونوفازي ماشي مشكل، غندير لي واحد تال برانشمون باش يخدم ليا او مونوفازي. هادو راه هاد لي كونتاكت لي ديجونكتور موتور الاخوان مهمين بزاف، لي بومب مهمين بزاف. دونك كيف ما قلت غادي نزيدو واحد الكوميطاتور ا 3 بوزيسيون، معنى 3 بوزيسيون يعني عندو واحد بوزيسيون زيرو اللي ما خدامش، وعندنا واحد بوزيسيون اللي غنخدمها اوتوماتيك، وحده غنخدمها مانيوال. عندو دو بلوك هنايا الاخوان، ملي كنديرو الوسط راه هو في الزيرو، نديرو في الان غادي يسد ليا واحد لو كونتاكت، نديرو في بوزيسيون 2 غادي يسد ليا واحد لو كونتاكت. انا بغيت نستغل هاد لو كوميطاتور اتروا بوزيسيون، بغيت نستغلو في مارش اوتوماتيك مانيوال. سيبوزون يعني لا بومب الى بريسوستا بار اكزومبل، هاد بريسوستا ما دارش الدور ديالها، ولا هاد بريسوستا ما دارش الدور ديالها، بغيت ريتا ما نعالج الموقف، نخدم انا لا بومب مانيوالمون، غادي نخدمها مانيوالمون وما نقطعش الماء على السكان. دونك غادي نحتاج واحد لا بومب سيرفاس، وغادي نحتاج واحد الكونتاكتور. دونك ندوزو دابا للشيما، الشيما دو برونشمون. الشيما دو برونشمون الاخوان كتشوفوها هو المونوفازي هنا كتجي 220 سي تان ديجونكتور مانيتو تيرميك بيبولير نوتر. غادي ندوزو اترافير ديجونكتور موتور ديريكتومون، وغيدوز اترافير لو كونتاكتور ديريكتومون غادي يمشي ليا لا بومب. وبيان سور غادي ناخد واحد البروش صغيره غادي نالمونتي بها ا. بزاف ديال الاخوان كيقولوا علاش كنديو هاد النوتر ال ا1 وما نديوش ال ا2؟ الاخوان راه بحال ديتيه ال ا1 بحال ديتيه ال ا2 لا ميم شوز، بويسكو عندي انا سيستيم الترناتيف، دونك فين ما ديت هذاك لو نوتر سوا ديتو ال ا2 سوا ديتو ال ا1 ماشي مشكل. دونك قلت غادي ناخذ واحد البروش نديها ل ا1 لا فاز فين غادي تمشي؟ غادي تمشي ليا لابورن 5 ديال ديجونكتور موتور، و 6 الخرجه ديال 6 غادي نمشي غادي نرجع ل 3 غادي ندير واحد لابوكل. علاش كندير هاد البرونشمو هذا؟ باش نستغل لي كونتاكت بثلاثه ديال ديجونكتور موتور، بثلاثه غادي نستغلهم. دونك غنخرج من 6 نمشي ل 3 و 4 هي اللي غادي ندي لابورن او بيان لو كونتاكت اوفر ديال كونتاكتور، والخرجة اللي هي الربعة غادي تمشي ليا لو موتور. دونك هذا بالنسبة للسيركوي دو بويسونس. ندوزو دابا للسيركوي دو كوموند. هذا الإخوان هو لو سيليكتور أو بيان لو كوميطاتور أ 3 بوزيسيون اللي فيه الزيرو الأن دو. غادي نخدم الأن مانيال باغ إكزومبل، عندي أنا مشكل في لي بريسوستا دونك بغيت نخدم لا بومب مانيوالمون، دونك غادي نسد لو ان غادي تمشي ليا ديريكتومون لاليمونطاسيون ا2 باش يتكسيتي ليا هاد الكونتاكتور باش لا بومب تخدم.
بالنسبه للسيستم اوتوماتيك غادي ندوز البوزيسيون 2. عندي بريسو ستاب بي 1 اللي قلت غادي شكون اللي غادي يسد لي هذا لو كونتاكت، غتسدو لا بريسيون ديال الماء. فوالا هادي سيتين بريسو ستاب ا مونك دو بور لا سيكوريتي دو لا بومب. فين غادي ندوز يعني سو سون برونشي اون سيري، غادي ندوز البريسو ستاب 2 اللي عندها كونتاكت فيرمي، وغادي ندوز نمشي لابوبين ديال الكونتاكتور. في هذه الحاله هذه ولا عندي سيستم بغيت نخدمه مانيوالمون، بغيت نخدمه اوتوماتيكمون. وبالنسبه لهاد ديجونكتور موتور الاخوان، عنده واحد الا بغينا نستغلوا هاد المساله هادي بار اكزومبل نديرو لي كونتاكت اوكسيليار ديالو، فاش يطيح تشعل ليا واحد لا لامب روج، وفاش كيكون طالع ندير واحد لا لامب فيرت، كوم كوا لو سيستيم لو ديجونكتور راه هو مزيان. او بيان الا بغيت ندير هنايا فاش اكسيت لا بومب، ندير هنايا واحد لا لامب، نجيب واحد لا فاز هنا ونخرج هذه لا لامب، كوم كوا بان لا بومب راه خدامه. بالنسبه للديجونكتور موتور غادي نستغل اما هادو الاخوان هاد الان او، غير باش تفهموا هاد الان او الاخوان يعني نورمالمون اوبن، نورمالمون اوفر. ملي كنقولوا نورمالمون اوبن يعني با دو ترافاي، لو ديجونكتور واقف بوزيسيون زيرو، هذا راه ان او يعني حال، وهذا ساد يعني ملي غادي بار اكزومبل عندي انا مشكل في لا بومب غادي يطيح ديجونكتور، غادي ندير هذا مع واحد لا لامب كوم كوا لو موتور اي سور شارجي، وتشعل لي واحد لا لامب واحد لا لامب. او بيان ندير بار اكزومبل واحد لا لامب هنا، هادو في هاد الان او، فاش غادي نطلع انا الديجونكتور تشعل لي واحد لا لامب كوم كوا بان لا طونسيون راه كاينه في هاد الديجونكتور. نتمنى الاخوان تكونوا استفدتوا، تبارك الله عليكم، والى درس قادم ان شاء الله. تبارك الله عليكم.